كان عمرها 12 سنة لما لفت انتباهها برنامج بيسلط الضوء على فنان بيوقف على سلم وبيرسم على جدار، فنطرت بفارغ الصبر لتصحى والدتها من النوم وتطلب منها الاتصال بالرقم ليظهر على الشاشة، وهيدا اللي صار وتبين انه الرقم تابع لمعهد رسم، فانتسبت له بعد فترة لتبدأ رحلتها بمجال الفن والتشكيل. ثريا عبيد ضيفتنا مباشرة على الهواء من عيون بيروت لنتعرف على تجربتها الفنية فريدة بمجال الفن التشكيلي. أهلا وسهلا فيك ثريا. موجود. وطلعنا اثنيناتنا سكان جبال. يعني أوكي أنا بقول سكان جبال مع أنه حاليا لا، بس أنه من نفس المنطقة. أهلا وسهلا فيك ثريا. يعني عرفنا أنه من الطفولة عندك شغف كتير كبير للفن التشكيلي وللرسم، كيف بينت يعني بس من خلال هالبرنامج وكيف صارت لتطورت وشو درستي؟ هلا انا ايام وقت كنت صغيره طفله ايام المدرسه كنت عادي بالرسم، ما اعطيته اهميه، بس وقت حضرت هي مثل حضرتك قلتي البرنامج على التلفزيون هيك مثل انسان بيمرق بمراحل بالحياه بحس بشيء عن جد بده رغبه عن جد بده اياه، هيك كنت رغبتي. ومثل ما قلتي والدتي خبرت انه بدي اتعلم الرسم والبنتور واليوم انا هيدا محترفه فيه. هلا صرتي محترفة بهيدا المجال. نعم. شو درستي يعني انتسبتي لهيدا المعهد؟ نعم كنت باراسكولير من بعد المدرسة كنت أعمله مرة بالجمعة. وقت تخرجت مدرسة رحت درست جرافيك ديزاين بالأليو، بعدين ماسترز فاين ارتس بالألبا. طلعت الأولى بين بالجامعتين بقى ربحت منحة بباريس بالإيكول ناسيونال سوبيريور دي بوزار بالفن. بعدين رحت على نيويورك ارت ستودنتس ليج اوف نيويورك وخلصت هلا هالسنه من استراليا سنتر فور اديوكيشن اند كلينيكال ارت ثيرابي. ما شاء الله عليك كل هول عملتيهم؟ ايه ايه اخر شيء عملته احلى شيء بالنسبه لي العلاج عن طريق الفن، لانه هو بتتعاملي مع ناس من خلال الفن تهن يصيروا احسن يرتاحوا نفسيا ومعنويا عن طريق الفن. هيدا اللي تخصصتي اخر شيء باستراليا؟ نعم. هيدا البارت لازم نحكي عنه يعني فيك شوي تشرحي لنا اياه اكثر، لانه بعتقد بلبنان مش موجود. وعلى الاقل يعني اذا من خلال اشخاص مثلك بده يصير موجود بعده شوي مبهم او الفكره مبهمه. ارت ثيرابي هو طريقه انه الواحد يعبر عن ذاته على ورقه، اما سكولتور اما حيالله شيء، انا بعطيك فكره اي تاسك تفكري فيه لخمسه سبع دقائق. بتفكري فيه ما بتقولي لي ما بتحكيني بس تحكي على الورقه بترسمي على الورقه. الواحد البارتيسيبنت مش ضروري يكون موهوب بالرسم والبنتور بس انه يعبر عن ذاته. هذا الشيء ثلاث ارباع الساعه. القسم الثاني هو انه بسال المشارك اسئله خاصه إلى علاقه بالرسم اللي رسمها. بقى كل شيء هو بيحكيني خلال الرسمه، يعني اتس ثري ويز بروسيس، انا والبارتيسيبنت والرسمه. كل شيء بيقول لي اياه هو علاقه بالانكونسيونس تبعته اللي هو رسمها، كل شيء بالانكونسيونس بيطلع الكونسيونس، هدف الارت ثيرابي بوزيتيف تشينج. سو بصير البارتيسبنت اوير اوف هيز ثوتس اوف هيز فيلينغز، اهم شيء الفيلينغز، تيقدر اذا حب يظبط وضعه النفسي بيكمل بالارت ثيرابي وهو بيركلش حاله بتصرفاته اليوميه. نعم. يلي بده يعمل هالارت ثيرابي هيدي بده يكون هو اصلا محب للفنون محب للرسم، ولا في يكون انسان بعيد عن هيدا الجو كليا؟ حلو سؤالك كثير. في يكون بعيد كثير. انا حاليا عندي جورنالست هي بتكتب وبتقلي انا ما خصني بالرسم والبنتور، قلت لها ايه بس حابه تجرب معي وهلا نحن عم نشتغل سوا. هي عندها صعوبه بالرسم وبنتور بس عم نقدر ندخل فيها كولاج ترسم باشكال مبسطه، مش ضروري الواحد يكون يعرف يرسم شخص، يعني في ترسمي لي سيرك وشخطه تقولي لي هذا الشخص انا بقبله. اوكي شو ما رسمت المهم تعرفي انت تعبري عن فكره التعبير ويعني مزبوط. كل شيء من جوا ضغط. نعم. عم نطلعه بهيدي الطريقه. مزبوط. هل الصفوف العلاجيه اذا بدنا نقول بتكون شخص شخص يعني راس براس، ولا في يكون صف يعني نتشارك؟
مع كذا حدا عنده حاله مماثله او قريبه لحالتنا. هلا حاليا عم بعمل جروب ارت ثيرابي اللي هو من 2 لـ4 اشخاص، ما باخذ اكثر، كمان اعطي اكثر وقت ثيرابيوتيك مع الشخص. وبحب اقول بهيدنين انه مش ضروري الواحد يكون عنده مرض او تعبان نفسانيا. أي ما هون كل كمان انسان كل انسان حلو اذا عنده وقت يعطي لحاله لينما شخصيا وبيرسونال جروث وسيلف ديفلوبمنت، حلو يعمل ارت ثيرابي. يعني هون مثل كيف بنعطي وقت لنعمل رياضه، في اوقات بنعمل رياضه ما بنكون كثير نحن عشاق للرياضه، بس نعمل رياضه لانه لازم نعمل رياضه ولانه كمان بنحس انه عم ننفس هالضغط تبعنا بمطرح معين، فممكن يكون بمطرح ثاني مثل الارت. مزبوط. وبعمل كمان فرديا، مثلا هلا بعمل كمان على ثرو سكايب، عندي ناس مش عايشين بلبنان، ببعث لهم باي ايميل التاسك شو لازم تعمل، وذن وي سكايب فور 45 مينتس، بكون هي بعثت لي الصوره اللي رسمتها وبنعمل ايفالويشن للرسمه، انا بشوفها وهي بتشوفني وكثير عم لاقي افادات. وفي هون بعمل بالاتوليه عندي. وين الاتوليه الخاص فيكي؟ بجبال. بجبال بحي مال يوسف. يعني هيدا الاتوليه الخاص فيك كلهم لازم يقصدوكي لهونيك، او اذا هني خارج لبنان ثرو سكايب. بس هل ممكن انت تقصدي ناس على المكان الخاص فيهم؟ ايه هلا انا بحبس هن يجوا، لانه الاتوليه جوه بفوتك بانه تنسي كل شيء. طيب خليني اشوف شو لازم يكون الجو، يعني في نوع من إضاءة معينة، في نوع من مواد بروبس يعني بين إيديك بتستعمليهم؟ لا، الجو كتير مبسط، إنه هو حيالة جو فينا نعمل فيه أرت ثيرابي، بس هيدا الجو الأتوليه لأنه بيكون مش كل شيء بيرفكت محطوط بمحله وهيك، ممكن الواحد يرتاح إنه ما عندي إذا خدتش هون عمل هيك هون. So just okay يعني to feel relieved إنه مش كل شيء لازم يكون organized و structured. أوكي. وكان بدي يعني شوي هيدي اوقات بتعرفي يعني عشوي عم بربطها بحياتنا اليوميه، انه في اشخاص اذا كانوا هن يعني في اشخاص بالحياه بنتلاقى فيهم ثريا، اذا حسيناهم انه هن كثير اشخاص منظمين، بيقوموا دائما بنفس الوقت، بيتحمموا بنفس الوقت، بيتغدوا بنفس الوقت، بيتعبونا حتى اذا هن ما عم بيتعاطوا معنا، اذا هن بحياتنا او قراب منا بيتعبونا، انه كثير هن منظمين، اذا بيت بتلاقيه هيك كثير الشغله على طول محلها وممنوع غير هيدا كمان متعب، ما بتحسي حالك مرتاحه فيه، فهي نقطه هلا ذكرتيها بتخلينا شوي بحياتنا انه اوقات نحن بنخربط اوضتنا بس بنحس حالنا مبسوطين فيها انه مخربطه، ما بنعرف ليه بس تاري انه هيدا الشعور. هلا بالارت ثيرابي بصيري تعرفي ليه، انه انا بساعدك تعرفي ليه من خلال الرسمه اللي بتعمليها، وكل رسمه بتخليكي بتفرجي اشياء فيكي، فيها تكون بس الوان، رسمة ألوان مش إنه شيء واضح. وهلا عم بعمل أرت ثيرابي بالكالوري إكزود بالأشرفية، وبروح يعني مش بس عندي بالأتولي، أما بروح على الأشرفية كالوري إكزود، أما بمعمل تاني جونية كالوري تانية اسمها جي دي أند لا سلطان نيو كونسبت، كرمال هن مش قادر روح على جبال يقصدني، أنا بروح على الكالوري في استوديو جوا إن كان بمعملتين أما بالأشرفية. عم تحضري كمان شيء لمعرض؟ يس انا هون بقى دغري ضو عيونك لما نحكي على المعرض. بلش الاوبننج خميس الماضي وبيخلص انفورشنتلي هالخميس بعد 3 ايام. ايه اوكي، بعد عندنا 3 4 الخميس بيخلص بجاليري اكزود بالاشرفيه بطلعت عكاوي. شو بيتضمن هالمعرض؟ لنحكي عن البارت الفني كمان الخاص فيك. نعم، بيتضمن 45 لوحة، 3/4 لوحة زيتية من كل القياسات، و15 ارت وركس. بلشنا نشوفها. نعم. كمان ثريا هاللوحة وبنت عم تتمرجح. نعم، وفي دي مونتاين وراها والسانسيت. بقى هون الثيم تبع المعرض هو بودي اند سول، جسم وروح، انه تقول انه الانسان مش بس جسم مش بس روح، هو التكامل بين جسم وروح والاثنين مع بعضهم. نعم، هيدا اللوحه زيتيه ما بعرف اذا قلت بشوي بس اويل بينتينج. انت على طول بترسمي فيجوراتيف؟ لا بالزيت يعني كتكنيك. لا بعمل اكريليك وبعمل ووتر كولر وبس انا، وبعمل باستيل بس انا، هيك كل فنان اللي عنده شيء بفضله هيك قريب عليه، انا قريبه على الالوان الزيتيه.
بحسها بيقولوا بتضاين اكثر كمان. مزبوط، وهي الاساس يعني، هي الاساس كل شيء. هون شو من منقول يعني، هيدي بشو بتتصنف هيك لوحه؟ هيدي تابلو مش محدده. هيدي تعبيريه، اكسبرسيونيزم، ستيل اكسبرسيونيزم. هو موفمون بلش بال 20th century، وهو انه رسم بيعبر عن الذات. يعني ما بنشوف جسم فيه ازرق وفيه اصفر، بس مش هيك بنسميه تعبيري، بيعبر عن ايموشن تبعي. والايموشن يعني الفيلينج تبعي. هيك الوان اذا بدنا نحكيها، لانه خاصه انت كمان عندك العلاج الثيرابي. نعم. من خلال هول الالوان شو بتدل؟ اصفر، اخضر، ازرق، شو بدلوا؟ على فرح الحياه، على حب دمج الاشياء ببعضها، على فلكسبيليتي. يعني هلا بيقدر يعمل هيدا بانتين ميرال على الحيطان، كمان بلون على الحيطان. هذا داخل بيت يعني؟ داخل اوتيل. اوتيل، اوكي. كمان الوان زيتيه استعملت. هون شو العين؟ هيدا سيراميك، هي ترجمه غنيه اسمها لجورج باسانس، ليز امورو دي بون بيبليك. بيقول جورج باسانس انه عيون العالم عم بيطلعوا علينا وعم بيحكوا عن الكوبل. بقى هيدا كوبل قاعدين على النياج، بدل ما يكونوا قاعدين على بان، انا صورتهم على النياج. وسسون على غيمه يعني. على غيمه، وسسون لي فلام دو لور امور. فلام يعني شو بدنا نقولها بالعربي؟ الفلام تبع النار. طبعا يعني النار شعلت الحب. او نعم، شعلت حبهم، شعلت حبهم، شغف حبهم. وهيدا عين العالم هلا عم بيطلع عليهم وبيحكي عليهم. وهيدا بدها نوعيه بانتير خصوصي. يعني حتى على السيراميك لحقونا عيون العالم. ثريا شو قصتنا؟ هلا هون شو كمان؟ هيدا اويل بينتينج، على بعمل عملتها طوال صغيره كرمال اللي بحب. انه انا عندي توندونس انه اشتغل على كانفا وسط وكبير، بحب الكبير. بس يعني هون عم نشوف عم ترسمي على اول كاينز يعني، all مش kinds. بس تهيك الجميع انه يكون حدا يلاقي حاله بحب العالم تحب هالشغله، وينحط تابلوياتي والارت وركس عندهم. ونرجعنا للجسد بالالوان. نعم، جسد وروح. هي هيدي متر و50 بمتر، لوحه كثير كبيره نسبيا لغيرها، وبتعبر عن روح الانسان اللي هيك عارف شو بده. البوستر تبعها كثير واضح. هون باليرينا عم ترقص وهيك واقفة. اوكي، بوز تبع حلو. الازرق اللي بيريح الاعصاب. هون عم نحكي موزايك. كمان بقصهم باد فيتروز، في وحده بتكسر. اوكي، هول بالتكنيك. نعم، وهي عباره عن انفام بالانفي تياتر مع الايفنتاي تبعها. ايه، المروح هيدي. ايه، وهيدا بالجاليري اكزوت بالاشرفيه. فينا نحكي شوي اسعار بتحبي؟ ايه، ما عندي مشكله. اسعاري بتتراوح بين هلا الصغار 25 35 سنتيمتر على 200 دولار، 300000. 300000. اما الباقيين الوسط للاكبر بين 400 و900 دولار. اوكي، يعني اسعاري كثير مقبوله، ولانه بحب شجع هالفن. هيدا بباب بجبال، عملت له على الحيطان ان بيانيست عم بدق بيانو. كمان اويل بينتينج. هلا بدي اقول درجين هولي. نعم نعم، هلا بقود اولاد اطفال بعمل بانتين ميرال، بس بستعمل اكريليك لانه ما بيطلع ريحه. هلا طب كيف بينعمل صيانه للرسم على الحيط؟ هلا يعني اذا الحيط ناش، اذا الحيط صار هيك، بينعمل له شيء عازل قبل ما يرسم، احسن ما ثاني يوم ينتزع. هلا في الحيط بده يتزبط قبل ما انا بلش ارسم فيه. يعني لازم يكون انا عامل له اندر كوتينج، بعدين اذا كان اويل بينتينج نعمل له بويا، اما اذا كان استعملت اكريليك بينت بنعمل له رش. اوكي، بعدين من بعد يعني ما انت بتعرفي شو نعم. بتخليهم يحضروا الحيط قبل ما ترسم. اكيد، وانا كثير هيك يعني دقيقه بشغلي. وما فيني اسلم شغل اذا ما كان انا اكيد انه بده يطلع ناجح وبروفيشنال وضيان. وقد ايه بياخذ وقت؟ لنحكي عن الوقت، مثلا شفنا مثل بالباب بجبال حيط واحد، يعني مثل حيط الصوره اللي شفناها، قد ايه بتاخذ وقت لترسميها؟ نعم، سور بلاس. سور بلاس اخذتني ثلاث ايام.
من الصبح لثلاثة أو أربعة بعد الظهر، إنه بعدين لازم أرتاح شوي تقدر تاني نهار، لأن بعطي وقت نهار تاني أما تالت كرمال أقشع شو لازم أعمل فيه نساج، شو لازم زبط. وإجمالا كمان هيك لنعطي فكرة، نعم. رسم على حيط، هلا نعم. أكثر من حيط صار شيء تاني، خلينا نحكي حيط واحد قد إيه كمان بكلف؟ بكلف أنا عم باخذ 1500 دولار على بس انت معك مع البضاعه مع البضاعه مع كل شيء، يعني انه يعني اذا بتحسي انه عم باخذه كانه عم بعمل على لوحه، هو المفروض يكون اكثر من هيك. ايه بس لانه بتاخذي حجم اللوحه، لانه بحب كثير شجع الفن. بس اللوحه ما بتاخذ معك وقت اكثر؟ مزبوط اكثر بتاخذ اكثر، لانه كل ما تكون حدك كل ما بتقشع الاشياء، يعني بتصير تغيري، يعني اللوحه الكبيره بتساعدك انه ريشتك بتروح بتطير، بس اللوحه هيدا التانجير ميرال قصدي على الحيطان، على الحيطان الريشه بتروح وبتجي، بس على اسباس ليميتي بتطيري فيكي، بس في اشياء ليميتي يعني محدوده محدوده ما ما فبتصير عم ترسمي شو بدك ترسمي اكثر، بتاخذ وقت، بعدين يمكن لانه بين ايديك ما بتبقى بينت ساعه اللي بدك انت بتبينيها، فبتصير تغيري فيها. مزبوط. وبعدين انا بتروحي لغير لوحه وممكن ترجعي لها؟ لا انا لا ما بحب هيك، كل لوحه بلوحتها، حتى لو اللوحه كسرت لي راسي اخذت لي شهرين انا بقعد شهرين تتخلص. ما بحب هيك نط من شغله لشغله، لا كما تخلص لوحه، ومش هيك بعمل معرض فني واحد بالسنه، هيك خلال السنه كلها مداره بحضر لها انا على رواق لهذا المعرض هالسنه. قد ايه كم لوحه بالمعرض يلي شفناه؟ 45 لوحه و15 سكولتور سيراميك ودو موزايك منهم. يعطيك الف عافيه ثريا عبيد، يعني متعدده الاختصاصات باختصاص واحد او دومين واحد يعني اللي عم تشتغلي فيه. شكرا كثير لوجودك معنا، وان شاء الله موفقه دائما، يعني فنانه بكل معنى الكلمه. ثانك يو. اهلا وسهلا فيك مره جديده. وهيك تعرفنا على ثريا عبيد من جبال، الفنانه التشكيليه ويلي متعدده المواهب، ويلي اكيد كمان اكثر شيء ركزنا معها على العلاج من خلال الفن التشكيلي يلي هو علاج جديد بلبنان. مباشره